دعونا نبدا من القهر المستمر والقمع المستمر كانت الناس تتوقع انه سيتم اطلاق سراح المئات المتبقين في مش متبقين هم العدد الرئيسي في سجون العصابه في المعتقل كرهائن بما فيهم بعض اخواننا المعروفين لم يحدث ذلك بل بالعكس هناك الآن آه عمل على أساس أنه يتم محاكمة آخرين هناك خلبطة لديهم يعني يوم الجمعة الماضي أو الخميس الماضي كان هناك تسارع في الأحداث باش يطلقوا أكبر عدد ممكن قاموا بما فيهم إطلاق آه عميد الرهائن اللي كانوا عند الجماعة أخونا الأخضر بورقها وكثير من إخواننا اللي أطلق سراحهم هكذا أحيانا حتى بدون طبعا بدون أي شيء في بعض الحالات كاين اللي عطاهم قال ستعودون بعد شهر أو شهرين أو ربع أشهر في اللي قال روح لداركم وخلاص ربع أشهر في السجن ست أشهر سبع أشهر خمس أشهر هكذا بل أن فيه اللي كانوا مسجونين كما نعرف على العالم الثقافي الأمازيغي اطلق سراحهم وبعضهم مازالوا مسجونين ومع ذلك بين اللي راه مازالوا مسجونين وبين يطلق سراحهم مثلا الان الدوله كدوله تحتفي بالعلم ولاول مره تحتفي بالعلم الثقافي الامازيغي آه لعبه الاضواء في لاغروند بوست في مقام الشهيد في غيرها واروح انت فهم دخل الناس السجن عالية لما يكون حامله ك كقطعه قماش ثم أنت تقوم بالأضواء وبذلك الشكل الهائل ليس هذا فقط ما زال إخواننا آخرين ممن لم يسجنوهم لكنه اللي تحت الإقامة الجبرية ما زال واللي ممنوع من الصلاة ما زال بل علي بالحاج لم يمنع فقط هذه الجمعة من الصلاة وإنما أيضا منع مرتين من زيارة الأخضر بورقع تحس انك ان هوشه ما بين كما تقال ما بين مجموعه من الاشخاص مجموعه قرارات كثير من هذا يتخذ قرار هاك هذا يتخذ قرار هاك هذا يدوس مع هذا هذا يسب هذا في هرم السلطه لذلك تاتي لما تتجسد هذه القرارات البائسه نتاعهم تاتي فيها التناقض وفيها التنا... الاختلاف وفيها الصراع واضح باي حق ما زال علي بالحاج يمنع من صلاه الجمعه باي حق باي حق يمنع من الجنازه او من الزياره او باي حق وهنا هو رجل مظلوم وممثل لكثير من المظلومين اللي ربما أسميهم ما تظهرش او ما همش معروفين كثيرين كاين اللي نحيلوا الباسبور كاين اللي منعين عليه الباسبور كان يقدر يقولك واحد هذا من من الجماعه السابقه طيب الجماعه السابقه كانت تمنع لي بالحج سعيد بوتفليقه او يحيى وكل وطرطال كانوا يمنع علي بالحاج نفس التصرف جاء بعدين القايد صالح وبن صالح ومن معه نفس التصرف اليوم هاو تبون وشنقريحه وبن علي بن علي الأخ نفس التصرف بمعنى اننا في واقع الامر نحن في هذا الوضع خلنا نقول لكم شنو هو الوضع اللي رانا فيه نفس الكلام أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف سمعتوا هذا القسم هذه الحقيقة برنامج الرئيس معناها الدمار تاع بوتفليقة واللي كان في وضع محنط تماما عندما اقسم هذا الشخص انه لا يتوقف لا يتوقف، نحن الان تقريبا سنه في العهده الخامسه. نحن الان مرت ثمانيه اشهر في العهده الخامسه وداخلين على الشهر التاسع. وهذه هي العهده الخامسه. نحن الان في تمديد عمر نظام حكم اثبتت كل الوقائع وكل الاحداث وكل التصرفات وكل مواقف شعب انه منتهي انه ليس لديه اي امكانيه لاعطاء اي شيء في المستقبل راهي عندهم شيء في الهرم هرم بين الجنرالات راهي رايحه وتكبر نعطي لكم بعض المؤشرات وفي نفس الوقت تبون هذا ومن ومن معه طبعا راكم سمعتوا فيه كثير من الكلام ذكرنا بعض الوزراء خونا امير امس جاب الحديث على وزيرين مثلا ذاك نمر عليهم وانا نتحدث على ما يسمى ب ببرنامج الرئيس اللي مؤكد ايضا هو اننا مع اليوم رانا اليوم الخامس في السنه الجديده 2020 اكثر من 13 ان ضريبه جديده دخلت تتمس في جيوب البسطاء والضعفاء في بساطة في في جيوب الناس ولذلك احتج الجزائريون امس واليوم امام آه البوابه الرئيسيه لدخول تونس ومطبول عندما وجدوا بين عشيه وضحاها كانوا يخلصوا خمسين الف كيجو داخلين كيجو خارجين من الجزائر يلقاو روحهم يخلصوا مئة الف مئة ألف دين ألف دينار بدل خمسمية دينار هكذا أصلا ضريبة الخمسين دينار خمسمية هذي... هذي... دينار هذه 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 سرقة ضريبة الخمسمية دينار هذه سرقة يعني أنا نقيم في بلد اللي هو بلد مبني على الرأسمالية وعلى الضرائب وعلى وعلى يعني البلاد هذه هنا كل شيء مبني على الضرائب مع ذلك ما فيش ضريبة للخروج منها بدعة لم يكتفوا بها وانما اضافوا لها 500 دينار وحدها طبعا الناس الاغنياء ما تاثرش فيهم لكن الناس البسطاء الناس اللي يسكنوا مش بعيد يحب يدخل ويخرجها ها حاجةها حاجه ها وراح لهيها وعنده زياره ونحن وحنا ان هناك الاف الاسر اللي مش عشرات عشرات الالاف الاسر في الحدود آه اللي تتداخل تد... بين 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 توانسه والجزائريين الى حدودنا مع المغرب مغلقه تماما اكثر من 24 سنة داخلين في 25 لا أكثر من 25 سنة أغلقت في أوت 94 وحدودنا مع تونس تضاف لها الضرائب، حدودنا مع ليبيا طبعاً مغلقة نتيجة للتداعي والصراع الدولي على ليبيا وعلى نهب ليبيا، حدودنا مع مالي والنيجر مغلقة تقريباً نتيجة للتواجد الفرنسي والأمريكي والأوروبي وغيرهم اللي كان بواسطة فخامة الرئيس وجنرالاته حدودنا مع موريتانيا أيضا نفس الوضع بقي الحدود البحرية فقط والحدود البحرية راكم عارفين درك تعاود تبدأ الحرقة من جديد بكل أسف وألم